الأهم هو تمكين المرأة. نحن بنتكلم على تمكين المرأة إن هي بقى عندها حرية التحرك، إنها بتنزل شغلها وبتنزل ولادها بتروح تتحرك من أي مكان. فلذلك إحنا كنا حريصين إن وزارة النقل تكون معانا، لأن دي بيبقى فيه مجال بالنسبة لكل البيانات والإحصاءات المجمعة. الفكرة إن إحنا بنقول إن مصر دولة، عندنا في الدستور المادة 11 بتنص على أن تكفل الدولة حماية المرأة من كل أشكال العنف ضدها. إحنا بنتحرك في إطار التوعية، بنتحرك في إطار تغليظ العقوبات الخاصة بأي نوع من أنواع العنف، وبنتحرك أيضا في إطار الإدماج الرجال والشباب في هذه القضية. اهلا بحضراتكم مره تانية. اتكلمنا كتير عن العنف ضد المراه اللي ممكن يتبادر لذهننا اول ما نتكلم عنه العنف الجسدي. الموضوع اكبر من كده، وفي عنف باشكال متنوعه ومختلفه ونتائجه سلبيه جدا على المجتمعات اللي بيمارس فيها العنف ضد المراه. في عنف لفظي، في عنف نفسي، حاجات كتيره هنستوضحها مع حضراتكم بمناسبه اليوم اللي العالم كله تحت فيه تحت فكرة واحدة، وهي رفض العنف ضد المرأة. والجديد بقى في هذا اليوم انه مختلف عن باقي الايام اللي بيكون فيها يعني مناسبات واحداث بيتم الاحتفال بها، لانه الاحتفال مش ليوم واحد، الاحتفال مستمر لايام حتى بداية شهر ديسمبر، كتأكيد على هذه الرسالة المهمة اللي بتفتح بعد كده ابواب لمشاكل كتيرة هنعرفها وهنقف عليها مع ضيوفنا وضيوفكم في الاستوديو. ارحب بهن. هبدا مع دكتور سمية الالفي، رئيس الاداره المركزيه للرعايه الاجتماعيه في وزاره التضامن. اهلا بحضرتك يا فندم. واستاذه سيمون سالم، مسؤول ملف المراه وحقوق الانسان في يو ان ايدز. اهلا بيكي. والاستاذه والفنانه نهال كمال. اهلا بيكي نهال. ونهال عندها تجربه هنسمعها مع بعض فيها دروس كتير مستفاده. برحب بدكتور امل فهمي، مدير مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي. اهلا بك يا دكتور. ودكتور هاله منصور، استاذه علم الاجتماع. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه. هبدا بسؤال عام لحضراتكم. النهارده واحنا بنتكلم عن اليوم العالمي لمناهضه والقضاء على العنف ضد النساء، هل العنوان ده المتداول قوي النهارده وبنتكلم كلنا فيه، وفي تقارير من الامم المتحده عن اهم مشاكل العنف وما يفضي اليه من ماسي بتعود على الاطفال وعلى الاسره وبالتالي على المجتمع، عرفنا نحقق فيه اي نتائج ايجابيه؟ هل كل المساعي دي من العالم نجحت؟ هبدا مع حضرتك يا دكتور. خلينا نقول بداية انه في تزايد في ظاهرة العنف في العالم، وتحديدا ضد الفئات الأضعف ومنهم طبعا النساء والأطفال. الاحتفال، او بلاش الاحتفال، التنبيه بالعنف ضد المرأة النهاردة واللي بيستمر على مستوى العالم لمدة 16 يوم هو بيقول رسالة مهمة جدا، انه لازم نحمي النساء، لازم ندعم النساء، لازم نمكن النساء، لأنه العنف آثاره شديدة ليس على الممارس عليه العنف فقط، بل على المجتمع كله وعلى من يمارس العنف أيضا. يعني الرجل الذي يمارس العنف ضد المرأة استحالة يكون سوي نفسيا. في إنجازات، طبعا في إنجازات، يا الحركة النسائية المصرية يعني عاملة جهد جامد، الدولة المصرية عاملة جهد جامد، القيادة السياسية عاملة دعم شديد للمرأة والفكرة احترامها وتقديرها، وشايفين فرق قد إيه حصل في السنوات الأخيرة، فإنه في جهود. بس هل الجهود دي كفاية؟ لا، محتاجة تزيد، محتاجين نكمل، وطول الوقت في أهداف جديدة علشان الناس تسمع. محتاجين لتوعية أكتر طبعا، تصل طبعاً. هذه التوعية لأبعد الحدود، محتاجين توعية ومحتاجين تمكين، ومحتاجين حاجة تالتة أهم من الاتنين دول، تغيير الثقافة العامة. ثقافة المجتمع اللي هي الأصيلة في مصر اللي اتغيرت، احترام المرأة كان شيء أصيل حتى بدرجات منخفضة من التعليم،
كان في احترام للمرأة وتقدير ليها. في تراجع حصل في يعني حقب يعني قريبة، لازم نستعيد ثقافتنا الأصيلة ونستعيد الحميمية اللي كانت موجودة في المجتمع ده، وعاملة زي الغيرة يعني مربطة المجتمع ببعضه. ده اللي محتاجينه. الثقافة دور مهم جدا لا يقل عن تطوير الوضع الاقتصادي والتعليمي والصحي للمرأة. ممتاز أستاذة سيمون، حضرتك شايفة أنه فعلا في تأكيد على الرسالة دي، يعني قدرنا أن احنا نحققها لو الحديث هنا عشان نكون محددين عن مصر؟ بصي، على مصر وعلى مستوى العالم العربي الحقيقة الواحد النهاردة بيشوف أنه برغم كل الأعداد وبرغم الأرقام اللي اتقالت على أنواع العنف اللي حياتك أشرتي ليها في بداية الحلقة، لكن بنجد أن مساعي أنا هتكلم على الأمم المتحدة مثلا، لا يعني بدينا نتكاتف كلنا مع بعض. النهاردة كنا في الجامعة العربية كل الهيئات موجودة بكامل جبهة واحدة، وبنقول أن احنا مع بعض ضد العنف، لمناهضة العنف ضد المرأة. كان معانا فنانين كبار، معنا يسرى، كان معنا ظافر عبدين، يعني بنحاول نستغل الأصوات القوية إنها تقول في مشكلة تعالوا نعمل حاجة. على مستوى السياسات في حاجة تتغيرت طبعا، نقدر نقول يعني النهاردة في مساعي لكل هيئة من هيئات الأمم المتحدة إنها تشتغل على الحتة دي من ناحيتها. يعني هقول مثلا إحنا كبرنامج الـ UN AIDS بنشتغل مع الفئات المهمشة. حياتك بتقولي العنف ضد المرأة، طب جوه بقى المرأة نفسها في فئات تانية احنا مش دارانين بيها زي. يعني المهمشة بقى انا عندي المرأة المعاقة، عندي المرأة المتعايشة بالHIV، عندي المرأة اللي في الملاجئ، المرأة المهجرة، المرأة المسجونة، يعني في فئات احنا حتى ما بنتكلمش عنها. دول بقى العنف اللي بيتعرضوا له دبل اضعاف اضعاف العنف اللي بنتكلم عليه. ويمكن نسب التعريف في عيانين يعني وفي مرضى، يعني ما هو يعني الفكرة بقى إيه، إن الناس دي حتى ما عندهمش القدرة يوصلوا بصوتهم، فإحنا بنوصل للصوت ده، بنحاول ننزل لهم ونطلع الأصوات دي ونقول لهم قولوا واتكلموا، لأن دول فئة برضو محرومة من إنها تقول حقوقها فين وإمكانياتها إيه. إيه اللي موصل الأمور لكده؟ يعني دلوقتي إحنا ذكرنا واتفقنا في الحديث عن المرضى، تبقى ست لا حول لها ولا قوة بيمارس ضدها عنف، ممكن تبقى ست مريضة نفسيا وبيمارس ضدها عنف. إيه اللي موصل البني آدم لكده؟ هي أساسا شخص يعني شوفي زي ما قالت الدكتورة بيعاني من الألم، هي في نوع من الثقافة، احنا لسه ما عندناش ثقافة تقبل الآخر. أنا المختلف عني أنا برفضه، مختلف عني في الجنس، المختلف عني في الحالة الاجتماعية، المختلف عني في التفكير، المختلف عني في المعتقدات. كل ده احنا لغاية النهاردة كمجتمعات، على فكرة مش مصر بس عشان ما تزعلوش، المجتمعات العربية أغلبها بهذا الموضوع ان احنا الازدواجية بالظبط كده. فيعني بنقول حاجة ونعمل حاجة تانية مختلفة خالص. لازم، وده اللي احنا بنشتغل عليه النهاردة. انا يمكن عايزة اقول مش هدفنا بصراحة عشان الناس بس بتفهمنا غلط، ان احنا لما بنقول تمكين المرأة ان احنا نفتت الأسرة، مش هدفنا نسب الطلاق تزيد، ان الواحده لما تنضرب تطلع تروح تعمل قضيه وتفتك تمكين الأسرة. المراه لو بنتكلم عليه بشكل عام اكيد بنتكلم عن تمكينها في الدوله. بالزبط. لسه كان معانا خبر خاص بتعيين سيدتين في مراكز مهمه في كمعاونين لوزير الماليه في وزاره الماليه، وسمعنا سريعا تجربتهم وفرحتهم انه مجهودهم تم تقديره الى ان وصلوا لمراكز لاول مره في تاريخ وزاره الماليه يشغلها سيدة أو فتاة، وكل التوفيق ليهم طبعا. نهال أهلا بيكي، فنانة وليكي تجربة. ده حقيقي. العنف ضد المرأة مريتي بيه وفي نفس الوقت حاولتي ان انت تجتازيه. بالظبط، انا مريت بقصة يعني يمكن ناس كتيرة سمعت عنها، حتى في البرنامج هنا كان ليا الفرصة ان انا اطلع واتكلم واحكي عن تجربتي. والحقيقة ان انا ما بحكي عن تجربتي مش بحكي علشان اشتكي او اطلب مساعدة او ان انا احس ان انا ضحية خالص. انا بقيت حاسة دايما ان انا عندي مسؤولية ان انا اقول للبنات اتكلموا، ما تسكتوش عن اللي بيحصل، انتوا من حقكم تحققوا حلمكم. فالجزء اللي انا دايما معنيه بيه هو تمكين البنات في السن اللي انا مريت بيه، في سن العشرينات والمرحله بتاعه ان هي عايزه تعمل حاجه وفي حاجات كتيره قوي حواليها. كان ايه المشكله يا نهال؟ المشكله ان انا كنت عايزه اغني، بحب المزيكا وعايزه اغني ونفسي اغني، فده كان مرفوض.
كانوا شايفين انه لا انت كده هتروحي في سكة الناس اللي مش تمام، والموضوع بقى وصل لانه هو مش بس تعنيف نفسي او لفظي، لا الموضوع وصل لضرب وحبس، وتعرضت يعني الاصابة كانت كبيرة في الفترة دي، كان حوالي الكلام ده من 3 سنين او اكتر، داخلين في 4 سنين اهو. بس ازاي انا في الفترة يعني الاسبوع اللي انا فضلت محبوسة فيه في البيت ما جاش في بالي خالص مثلا ان انا انط من الشباك او اموت نفسي او خلاص انا واحدة. ممكن الاحباط يتمكن منك طبعا. ففي بنات كتيرة جدا ما بتقدرش تعدي ده، وفي بنات الأسوأ ان هم لما بيمروا بتجربة عنف بيقفلوا على نفسهم وممكن يجيلهم اكتئاب. وبالظبط في مواهب كتيرة جدا بتدفن بسبب الكبت والتعنيف اللي بيتم. التعنيف مش دايما ضرب، في طرق أسوأ بكتيرة جدا من الضرب، ممكن أعنف بيها حد وممكن أأذيه نفسيا. كمان حاجة مهمة انه مش دايما اللي بيعنف البنات هم بس الرجالة، أوقات كتيرة ستات ما بتبقاش مدركة ان اللي بيعملوه ده تعنيف، واحيانا بيبقوا مدركات يعني واحيانا ما بيعملوا ايه بالظبط. بس في فعلا ناس كتيره، نسبه كبيره من الناس اللي بيمارسوا العنف ما بيبقوش مدركين ان اللي بيعملوا ده عنف. هو بيكون شايف ان العنف ده ان انا مدي ايدي اضرب حد، لا في طرق تانية كتيره قوي تقدر تعملها تدمر بيها انسان. فانا شايفه ان احنا ابتدينا على الاقل يكون عندنا جرأة عند البنات ان احنا نقول لهم لا انتوا من حقكم تتكلموا، يعني حتى لو نسب العنف ما ابتدتش تقل بشكل ملحوظ، بس بقى عندنا النسبه الملحوظه ان البنات بقوا قادرين يعبروا عن اللي بيحصل لهم. اللي بتتعرض لتحرش بتطلع تقول انا تعرضت لتحرش من غير ما تكون خايفه من صورتها في المجتمع، اللي تعرضت للعنف بتطلع تقول، اللي عندها حلم بتحارب عليه. بس في نقطه هنا مهمه، المجتمع بقى بيتلقى الرساله بتاعتها دي ازاي؟ بالظبط ده اللي احنا بنحاول بقى نوعيه، هل بيمارس تضييق الخناق عليها؟ دكتور أمل، نفس الفكرة، وصلنا لفين؟ هل تم تحقيق الهدف المنشود؟ أنا طبعا هنا بتكلم عن نسبة جيدة، أكيد لسه الكمال في الرسالة اللي بنسعى عليها جميعا في العالم لم تتم. هو أنا رأيي مبني على الإحصائيات والاستاديز اللي هي بتطلع من الدولة، يا ريت. فأنا رأيي أنه نسب العنف ما قلتش، بتزيد. لكن الجهود موجودة وبتكتر. يعني أهم حاجة حصلت في السنة، في السنين اللي فاتت، أنا بالنسبة لي زي من هي قالت، هو كسر دائرة الخوف وكسر الصمت اللي موجود. كان في نوع من التابو والصمت، ما نتكلمش مثلا، لا لو واحد حرش بيكي في الشارع مثلا ما ترديش عليه، ما تروحيش الاسم تعملي له بلاغ، لا ده اتكسر. ستات بتقول وبتصور وبتتكلم. بقى عندنا قانون في 2014، في قانون موجود للعنف، تعديل لقانون العقوبات، فده خطوة اهو. بقى في عندنا قانون، قبل كده ما كانش عندنا قانون، بقى في 2014 عندنا قانون. لكن هل ده معناه انه نسب التحرش قلت؟ لا ما قلتش. موجودة وبتزيد. ليه؟ لان احنا عندنا زي ما انتوا قلتوا، بتكلم على مصر انا هم، وبس عشان نكون بس يعني انا نفس الكلام، العنف ما هوش بس مقتصر على مصر، هو عنف العنف اللي واحده من 4 ستات في العالم كلهم بتتعرض لضرب زوج، مش ضرب الشريك، اللي هو عنف الشريك في العالم كله. لا، وتأكيدا على اللي حضرتك بتقوليه، احنا بنشوف افلام امريكيه انجليزيه، بنشوف افلام بتتحدث عن هذه القضيه. ده معناه طبعا بيعكس الواقع ان هم بيعانوا من نفس المشكلة. عندنا معدل دولي واحده من 4 ستات، صحيح. فاحنا مش بنتكلم على حالات فرديه. يمكن مصر عندها يعني مش هعتبره تميز، يعني هعتبره مثلا مصر عندها تحرش جنسي في الاماكن العامه، ده مش موجود في كتير في العالم، لكن موجود تحرش جنسي في العمل في العالم كله، ده حاجه ظاهره وموجوده في العالم كله. والعالم كله حتى يعني بنتكلم على حتى الدول الاسكندنافيه اللي متقدمه جدا بتعاني منه لحد النهارده، النقابات بتتخانق عشان بتسن القوانين في نقاباتها يعني. فهو موجود. احنا عندنا مثلا قضيه ختان الناس زينا زي 30 دوله في العالم، في بقيه الدول مش موجوده. عندنا احنا حاجات في يعني قضايا معينه ليها خاصيه بتاعتنا احنا، بس احنا بنشترك زينا زي كل دول العالم في ان احنا كدوله بنعاني من معدلات عاليه للعنف ضد المراه. لكن احنا بنقول في جهود، في قانون في 2014
على التحرش، ده ما كانش موجود. طب بما ان حضرتك بتتكلمي عن الاحصائيات، العنف بقى ضد الطفله، ضد البنت اللي لسه سنها صغير، ده برضو بتصور انه موجود وبنسبه يعني؟ احنا ما عندناش يعني، حد يصلح لي اذا كنت غلطانه، بس انا متهيألي ما عندناش النسب للاطفال، بس احنا عندنا ما عندناش دراسات، وده اللي كانت بتقوله السيده الوزيره، احنا عايزين دراسات بقى اكتر في حاجات مش عارفينها، ضد المعاقين، ضد مثلا الكبار في السن كمان، الصغيرين، كل دي حاجات احنا احصائيات او حاجات عارفينها انها موجوده، بنسميها انكدوت او احنا عارفينها من كلامنا لبعض، لكن ما عندنا احصائيات تقول لنا الكلام ده. لكن احنا عارفين ان في عنف ضد الاطفال زايد عندنا، ده الختان في حد ذاته عنف ضد الاطفال، الزواج المبكر، احنا عندنا نسب عاليه جدا من الزواج المبكر بهذا العنف، زي ما تقرير الامم المتحده كان بيتحدث. وبالنسبه لنا بقى في مصر، باننا تحدثنا عن الاحصائيات في مصر، الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيقول انه 117 الف حاله زواج لأطفال من 10 ل 17 سنه، من اقل من 18 سنه، احنا عندنا نسب عاليه. بس كمان مثلا خليني اقول لك كمان الايجابيات، يعني انت قلتي النسبه اللي هي عاليه، بس احنا عندنا استراتيجيه هايله محطوطه عشان زواج الاطفال، علشان الزواج المبكر، يعني المجلس القومي للسكان حاططها، ومن انا بالنسبه لي انا من احسن الاستراتيجيات اللي موجوده، احنا بس محتاجين ننفذها، لكنها موجوده، الياتها موجوده، محتاجين ننفذ الاستراتيجيه. وهي لسه ما اتنفذتش؟ لا يعني مشكلة. لا المشاكل، ايه المشاكل يعني هي اي استراتيجيات بيبقى لازم يكون ليها ميزانيات، يعني ميزانيات. فمشكله من المشكلات الاساسيه اللي بتقابل استراتيجيات وتنفيذها هو وجود الميزانيه، هو وجود الاليات، لكن وجود الاستراتيجيه في حد ذاته انا شايفاها حاجه هايله جدا، ما كانتش موجوده قبل كده. طيب احنا هناخد الجزء ده في الحوار اللي جاي، عشان عندنا حوار عن الزياده السكانيه، وهنتكلم على النقطه دي وهذه الاستراتيجيه المهمه اللي بتحارب العنف ضد المراه وبتحارب ايضا الزياده السكانيه. دكتور هاله، ايه اللي مخلينا يعني واحنا بنتحدث عن محاولات من العالم كله للوقوف والقضاء على ظاهره العنف ضد المراه، نسمع النهارده انه الاثنين متوازيين، العنف ضد المراه نسبته بتزيد مع الرسائل اللي بيتم التاكيد عليها والمحاولات وكل الاجراءات اللي بتؤخذ في العالم والمؤسسات طبعا والمنظمات الحقوقية؟ زي ما الاستاذ تفضلوا قالوا انه حاله العنف بترتفع في العالم كله، حاله نغمه العنف بقت نغمه عاليه تجاه كل الفئات، تجاه كل العلاقات، وتجاه كل المعاملات، حاله عنف وحاله حده في كل العلاقات الانسانيه، وانهيار مبدا الاخلاقيات الاجتماعيه زي ما الدكتوره تفضلت وقالت، سياده لمنطق مقاومه الاخر، لانه في الحقيقه انه العنف حاله من حالات الرفض، بيعبر عنها بطرق مختلفه، يمكن ابسطها واسهلها العنف البدني اللي هو ممكن ان احنا نلاحظه بشكل مباشر، او العنف اللفظي، لكن العنف المعنوي، العنف في المنع من الوظائف، العنف في المنع من ممارسه الحياه، العنف في التقليل من شان الاخر، يمكن دي اصعب انواع العنف اللي بتعاني منها المراه، ويمكن العنف في حرمانها من حريتها. بالظبط، المشكله بقى كمان انه العنف ده بتمارسه المراه على نفسها، ان هي تشعر انها اقل، وتشعر او تقتنع ان هي قيمتها اقل من الرجل، وتبتدي تمارس على نفسها نوع من انواع الشعور بالدونيه وعدم القيمه وعدم القدره على مواجهه الظروف اللي بتتعرض ليها. دي أسوأ انواع العنف، لان ده بيديها احباطات كتير، وبيدي فرص لكل اللي حواليها انهم يمارسوا عليها العنف باشكاله المختلفه. في الحقيقه عشان نقاوم ده لازم نغير عادات وتقاليد ومفاهيم كتيره جدا. طب نغيرها ازاي؟ ان احنا نشيع الوعي الديني السليم، الوعي الاخلاقي السليم، الوعي الثقافي السليم، كلهم منظومه واحده، مفيش اي تعارض. بالظبط، مفيش اي تعارض نهائي. لو احنا حاولنا نخلي البني ادم بني ادم، يعني الشعور بالادميه، العنف يختفي عندما تتكافئ الفرص. يعني احنا مش عايزين محاباه، يعني انا ضد المحاباه سواء للمراه او للرجل، او التعنت ضد المراه او ضد الرجل، لكن عايزه اقول المفهوم العدل، الفرصه،
ادي الفرصه واحده وصاحب الجداره ياخد الفرصه. أيوة. في وظيفه، في عمل، في علاقه، في دون النظر للنوع كل حاجه والجنس. كل حاجه في الدنيا عاملنا على ان احنا سواسيه زي ما ربنا خلقنا. ربنا خلقنا كده، ربنا خلقنا مختلفين كي نتكامل مش كي نتناطح. ما خلاش حد اقل من حد، لكن ادانا فرص وادانا منهج، وكل واحد فينا كل ما بيتبع المنهج وبياخد الفرصه بياخد مكافاه او بياخد عقاب على حسب قدرته على ممارسه الحياه. في الحقيقه اكثر من يمارس العنف ضد المراه هي المراه. ليه؟ لان هي اللي بالبدايه بتربي الولد بطريقه والبنت بطريقه. احنا بنقول المجتمع الذكوري، طب مين اللي حامل ذكوريه المجتمع؟ المراه. هي اللي بتورثها وهي اللي بتنقلها وهي اللي بتاكدها وهي اللي بتؤيد كويس قوي على حقوق المراه عليها وتمكينها هو ده اللي كنت وكل الكلام ده. بس تعالي بقى نروح لها كأم، خلاص حاجه ثانيه. لا ده ولد للاسف. في طبعا القصه كمان انه المجتمع نفسه، يعني عندما تحرم امراه من وظيفه لمجرد انها امراه، انا مفروض قدام الوظيفه انا ما شفتش امراه ولا رجل. يعني انا ضد فكره ان دي ست وده راجل، ضد فكره عايزه عدد ستات عدد رجاله. انا مش بتكلم مع جثث يا جماعه، احنا بنتكلم مع عقول. العقول تختلف عن الجثث. العقل ياخد فرصته، العلم ياخد فرصته، الكفاءه تاخد فرصتها. وانا ماليش دعوه ده راجل، انا مش شايفاه راجل ولا ست، انا شايفاه بني ادم. هذا البني ادم بقدراته بامكانياته ياخد الجداره، ياخد الدرجه دي، ياخد الدرجه دي. فكره التمكين بتاتي من ايه؟ ان انا ادي البني ادم قدره واديله فرصه يمارس هذه القدره، ابني قدراته واديله فرصه يمارس قدراته. يمكن كل الانشطه اللي بنعملها سواء في الامم المتحده او سواء في الجمعيات او سواء في كل عناصر المجتمع المدني، ان احنا بنحاول نبني قدرات، لكن المجتمع مش مدي فرصه لممارسه هذه القدرات. احنا بنحاول نقول للستات ونحاول نفهم الستات، لكن الثقافه المجتمعيه، المفهوم الشعبي للدين كمان، ده انا عايزه اكد عليه. هناك فرق ما بين المفهوم السليم للدين والمفهوم الشعبي للدين، ان احنا بنعلق حاجات كتيره جدا على شماعه الدين عشان نقول لا الدين ما بيقولش كده. بالعكس، الاديان ادت المراه كل الحقوق، الاديان اتعاملت مع البني ادم على انه بني ادم. ما فيش اي نوع من انواع التفرقه في صحيح الدين، لكن ما هو ينسب للدين من خلال الممارسات الشعبيه ومن خلال عادات وتقاليد باليه ومن خلال افكار متخلفه. للاسف فعلا دي نقطه مهمه، في ناس يعني علشان توصل لتصحيح صورتها ممكن تتكلم بهذه الطريقه. فاحنا محتاجين نخلي البني ادم بني ادم، ندي الفرصه للجميع. انا مش عايزه محاباه، والكفاءه هي اللي بتنتصر، لا محاباه ولا تعنت، لكن صاحب الجداره والنجاح في العمل مكان. اكيد هو الفيصل النهائي. فاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل حوارنا، خليكم معانا. انا كنت الاول وانا صغيره في دار ايتام ومكفوفين، فضلت لحد 26 وتزوجت في المنصوره. طبعا قعدت معاه شهرين اتنين، طبعا عاملني معامله معنفه جامد، سبته ومشيت وانا كنت حامل في الولد ده، ورحت لاهلي. طبعا ما تقبلوش ان انا اقعد معاهم، سالت على دار اقعد فيها، في ناس دلوني على المكان هنا. كانت حالتي طبعا متدهوره جدا جدا، وهم بجد هدوني كحاله نفسيه، ولو ما كنت تعبانه برضو عالجوني انا وابني ووفروا لي سكن. انا معنفه من والدي، طبعا والدي رفض حكايه التعليم خالص، وجيت اخر سنه ليا في ثانويه عامه. رحت قبل كده اكتر من مره اللجنه وكان بيمنعني بالضرب وكلام من دوت. لجأت لعمي والناس قريبنا كتير، ما حدش تفاعل معايا او تعاطف معايا. يعني ولحد لما وصلت ان دي اخر سنه ليا وخسرت سنتين من دراستي وكلام من دوت. بعدين رحت لدار ايتام وقعدت فيها فتره، ولما كملت 18 سنه، عندي 18 سنه، خرجت منها وكده، وقعدت في سكن طلبه. والدي عارف مكاني، ابتدى ان هو يعمل لي مشاكل ويعنفني برضه، واضطريت ان انا اسيب المكان وكلام من دوت. فجيت هنا الساعه 10 ونص ومعايا زميلتي وكده، وكلمت طبعا مدام رانيا، ما كانتش موجوده هنا، كانت في بيتها. فجت ان هي استقبلتني وكده وقعدت معايا، وتاني يوم ابتدى ان هي تتكلم معايا وكده. طبعا كل كتبي وكل دروسي وكل حاجتي ومستلزماتي كلها موجوده طبعا.
الزمن اللي احنا فيه ده مشروع من احد مشروعات الوزاره، ده تم انشاؤه وافتتاحه في عام 2009 لخدمه المراه في كل احتياجاتها. المشروعات اللي هي اهمها مركز استضافه وتوجيه المراه، وده نشاط اساسي ورئيسي بالنسبه للمجمع. الحاجه الثانيه فيه هنا صاله جيم سيدات لخدمه مدينه بنها والاماكن المجاوره. في مركز حاسب الي، وده في تواصل بينه وبين جامعه بنها في الموضوع ده، بيدي دورات تدريبيه لجميع الطلبه والطالبات خلال العام الدراسي وفي فتره الاجازه. في برضه دور كامل معمول غرف اقامه كامله بمستوى كويس جدا بنوفره للمغتربين داخل مدينه بنها.